مشاهدينا الكرام، نستضيف الكوتش موسى السلمي مدرب فريق أكاديمية سعود. أولا أحييك عبر ميديتك، وثانيا مباراة كنت في مجموعة صعبة ودوري 32 كذلك، كانت مباراة صعبة وقوية، ومع الوفاء يعتبر تار بينكم، أخذتوا منهم كأس زمزم. إيش الأمور الفنية اللي اشتغلتوا عليها لمباراة الغد؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على الاتصال يا حبيبي. وبداية كنا مجموعة صعبة محترمة، والحمد لله ربي كرمنا تأهلنا وقابلنا فريق محترم رشيد وربي كرمنا، وبكرة احنا في حبايب. بالعكس أنا فريق الوفا بالذات أشوفه من أفضل فرق مكة، كلمة الحق يعني فريق محترم وفريق قادر يفوز علينا، وإحنا قادرين وإن شاء الله جاهزين للمرية بإذن الله. طيب كوتش موسى، ايش احساسك وانت موقف لحد الان، بقيت لك مباراه وانت على المدرجات توجه اللعيبه؟ والله يا حبيبي شوف، الايقاف انا قلت رايي فيه ونفس رايي، ما راح يتغير كلام اللي قلته هو، لكن انا اتفائل بالذات فريقنا، احنا تجينا احيانا في البطولات تجينا اشياء يعني خارج عن الاراده، اتفائل بها وان شاء الله قادرين باذن الله. بالعكس انا معايا رجال، سواء كنت معاهم برا الملعب روحهم واحد، هدفنا واحد وان شاء الله قادرين باذن الله. والله شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مباراة أكيد قوية، فريق الوفا فريق كبير زعيم بطولات ما شاء الله في مكة، برضه أكاديمية سعود فريق كبير، آخر نهائي في آخر بطولة كان بين الوفا وأكاديمية سعود، وإن شاء الله بإذن الله نقدم المباراة هذه ومستعدين لها تم الاستعداد، وإن شاء الله بإذن الله فايزين بإذن الله. وإياك حبيبي، شكرا لك.